السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كوتشا بوتوك في حي اسمه حي دولس. دي أرض هنا زي ما انتم شايفين، مساحتها تقريبا 1000 متر مربع، أرض مستطيلة بالكامل اهي كده، مستطيلة بالكامل. طبعا دي الإطلالة بتاعتها. طبعا الميزة في الأرض إن هي على الشارع الرئيسي زي ما انتم شايفين، ده الشارع الرئيسي اهو، الشارع الرئيسي مباشرة. طبعا هنا في مشهور جدا فوق هنا بيسموه فندق بتاع زي اللي هو المحاربين او كده، المحاربين القدامى. الارض لها اطلاله في الجهه الشرقيه، احنا هنا في الجهه الشماليه، ده الجهه الشرقيه كده. وطبعا هنا الاطلاله كلها برضه هنا في اطلاله زي ما انتم شايفين، ده في الجهه الجنوبيه، بس طبعا دي بعيده عن الارض. لكن يعني احنا نشوف بس المنطقه، طبعا المنطقه كلها مسلمين، هادية هدوء. طبعا وصل خدمات كهرباء زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الإطلالة. دي منطقة اسمها بوتشا بوتك، من أشهر المناطق هنا.